لو قامت حرب بكره هتعمل ايه؟ اه ربنا موجود. ولا حاجه، هعمل ايه لو عندي حد هوديه الحرب؟ الحرب انا ماشي هتطوع مثلا. لازم نقف كلنا مع الجيش. انا كان عليا انام في بيتي. لا ننزل ندافع عن البلد طبعا. هتنام وتولع الحرب. انا ماليش دعوه بحد بصراحه. لو كان في حرب كنت هتروح تطوعي؟ كنت هروح والله. والله كنت هروح لبلدي. ما انا لو مشيت من هنا هروح فين؟ شيء طبيعي لازم ان انا ادافع عن بلدي. هنستعد بقى باي حاجه نعملها مطلوبه مننا، نحاول نعمل دفاع مدني. كنت عسكري في الجيش، لو في تطوع هيجي لي، في استدعاء في الجيش هيجي لي اروح. ولو مالكش استدعاء؟ لا خلاص بقى، يبقى مش هيبقى سوق الشعب. اي حاجه بقى ساعتها تحتاج البلد هنقوم بيها. سواء بقى يعني حاجه صحيه، حاجه في الاكل، في اي حاجه. الحاجات دي